في ظل ما يحدث وما يدور، يأتي الحريف لأجل أن يخبرك عما يحدث في عالم كرة القدم في مصر والوطن العربي. السلام عليكم حبايبي 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 في كل مكان، وحشتوني وحشتوني. وجاي لك النهارده في حلقة بإذن المولى عز وجل ستكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله تعجبك، ولكن مش عايزك غير إن أنت تنتظر معايا آخر حلقة عشان يوصل لك كل أخباري أول بأول، فضلا وليس أمرا. مش طالب منك كتير، كل اللي طالبه منك أنت تنزل دلوقتي تخبط اللايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل أخباري وكل حلقاتي أول بأول. انا عارف ان هو طلب بسيط، وانا عارف ان انت تقدر تعمل كده. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، النهارده معانا اخبار وتوقعات وكل حاجه، وعارف ان في ناس منتظره انها تعرف ما يحدث في عالم كره القدم المصريه والعربيه. تعالى بقى يا حبيبي الحبيب عشان نخش في اخبارنا، وعشان ما تاخرش عليه نخش في موضوعنا. والبدايه من قلعه وكيان الدراويش، الاهلي يواجه الاسماعيلي 8 اكتوبر في استاد برج العرب. الكلام ده اتكلمت فيه امبارح واول امبارح واول اول واول اول ومن شهر ومن سنه ومن سنين. كره القدم في مصر كل يوم بيظهر فيها مشاكل وبيظهر فيها اخطاء وبيظهر فيها عيوب وبيظهر فيها كوارث بسبب من يديروا كرة القدم المصرية. لماذا الأهلي لم يأتي ويلعب في استاد الإسماعيلية؟ هيطلع واحد من اتحاد الكرة هيقول لك الأمن هو اللي رافض إن الأهلي يلعب في الإسماعيلية. مفيش الكلام ده. المصري نفس الكلام، هيلعب في استاد برج العرب. يبقى الاسماعيلي والمصري وعلامه استفهام على اتحاد الكره وما يدار بسبب لعب للعلم المصري اتحكم له من المحكمه باللعب في استاده بدون اي مشاكل. محكمه حكمت بكده، يعني من حق المصري ان يلعب على ملعبه بدون نقاش. موضوعه انتهى واتقفلت من زمان وخلصنا. ما هو انت مش معقول امن اسماعيلية او امن بورسعيد مش قادر يحمي 5000 مشجع. الله يرحم ارجع كده قول للزمن، يرجع يا زمن كانت المدرجات دي تبقى متروسة بني ادمين والامن كان بيبقى قاعد وسطهم ومفيش اي حاجة والماتش بيطلع زي الفل ومفيش اي مشاكل. ولكن ما يحدث على علامة استفهام على طول كده مباشر، اتحاد الكرة واسباب ومشاكل اتحاد الكره رايحه في حته تانية مباشر كده. طبعا الاتحاد السكندري يعلن ضم عمر الوحش لمده 3 مواسم. طبعا في ناس كانت مؤيده بان الوحش يقعد وفي ناس كانت مؤيده بانه يمشي. الوحش مشي فري، عمر الوحش اسماعيلي ما استفادش منه حاجه. ليه؟ اقول لك ليه بقى، عشان في غلطه عندنا برضو، والغلطه برضو نرجع برضو لاتحاد الكره المصري. هتقول ليه؟ اقول لك ليه. اللي هيطلع هيقول لي ليه، انا هرد عليه واقول له ليه قبل ما يفكر يقول لي ليه. خلى الانتخابات قبل باب القيد بشهر، اقل من شهر والله، زي انتخابات الزمالك يوم 20. اللي هيجي مش هيجيب صفقات لان باب القيد اتقفل. ايه اللي عمله بقى اللي جه؟ هيقعد لغايه يناير يحلني، ده تكون ناس ماتت وناس حيت. لو بتكلم غلط قول لي انت بتتكلم غلط، ولكن لما انت تعملها هو مفيش باب قيد مقفول. واللي مشي قبل منها خربها وسابها على تلها وسابها ومشي، ان كان زمالك او اسماعيلي او اي نادي. اللي بيمشي ويمشي ويسيبها خرابه يا مولاي كما خلقتني. ما يحدث في الكره المصريه عليه علامه استفهام، وما يحدث من اتحاد الكره المصري كره القدم وما يدير اتحاد الكره القدم في مصر عليهم علامه استفهام. فساد 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 فساد. ايهاب جلال يرفع حاله الطوارئ للاعيب الاسماعيلي قبل
الموسم الجديد. تمام. بالنسبة للعيبة اللي اتباعت اتأيدت في اتحاد الكورة، وكان طبعا في 36-35 مليون وبتاع، المهم خلصت الديرة وقالوا هيسددوا الفلوس دي على اقساط. بس القايمة اللي اتبعتت ب 39 لاعب، 39 لاعب وقائمة الثنائي الموسم الجديد، وهم في حراسة المرمى محمد فوزي واحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال. تمام. عندك بعد كده محمد ناصر ومحمد دسوقي محمد عمار وعماد حمدي ومحمود الشبراوي ومحمد مخلوف وبيومي ومروان حمدي عبد الرحمن مجدي محمد عبد السميع واحمد محسن وصالح جمعه نادر فرج وباسم مرسي ومحمد حسن وحازم مرسي وعبد الله السعيد وحمدي النقاز وعصام صبحي ومحمد وجدي وكريم عرفات وابو بكر حمزه الجمل عبد الله محمد ومصطفى فارس ومحمد البحيري محمد هاشم وياو انور وعمر الساعي وياد عسقلان وحسن صابر وعبد الله حسن وعمر السعيد ومحمد ايهاب محمود ياسين واسامه محمد. دي القايمه 39 لاعب اللي راحت، ودول اللي سجلوا اللي لعبوا. لكن بالنسبه لعمر الوحش كان ورق وما راحش، عشان نبقى واضحين مع بعض، كان ورق عمر الوحش. بعد ما هتقول لي عمر الوحش مضى الاسماعيلي، مضى والورق كان موجود في الدراج، ما راحش اتحاد الكوره. عشان نبقى واضحين مع بعض، مش هنجادل كتير في حاجه لا نقاش. تمام. غلطه من اداريين وغلطه 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 من اتحاد الكوره. تمام. لان الناس جت وبعد كده بعد ما نجحت قعدت اسبوع لغايه ما حصل موضوع الشباب والرياضه والاستلام واللجنه الثلاثيه بتسلم، قصص كده طولت واخدوا 10 ايام عبال ما فكروا، عبال ما ابتدوا يعملوا اول اجتماع كانت خلاص الدنيا خلاص خلصت. تمام. سريعا كده، فاركو يتعاقد مع النجم المصري ونجم اندونيسيا السابق صلاح باشا ومهاجم منتخب الشباب صلاح باشا. طبعا صلاح باشا لاعب كويس، لاعب ممتاز، كان بيلعب بره، لاعب طول عمره كان بيلعب بره، لاعب كويس. فاركو طبعا خطف وخطف قبل ما كان كذا نادي داخل في الصفقه، لكن فاركو حسب الموقف وخلص الدنيا. تعال بقى عشان نقول لك التشكيل المتوقع بالنسبه للحريف، متوقع لمباراه مباراة الأهلي واتحاد العاصمة السوبر الأفريقي اليوم. تمام. بالنسبة عشان الناس تبقى، بس عشان الناس كتير اتكلمت معايا في الموضوع ده النهارده بعيدا عن بس، مش كتابيا فيس تو فيس، كلمتني وقالت لي على موضوع البث. موضوع البث بي ان سبورت هي البث عادي اتش دي اتش دي 6 ان شاء الله هي اللي هتبث اللقاء، مفيش مشاكل بالنسبة. تعالى بقى عشان اقول لك التشكيل المتوقع، المتوقع بالنسبة لي انا اللي انا شايفه الافضل. الشناوي في حراسة المرمى بخط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة محمد هاني وعلي معلول، في خط الوسط مروان عطية واليو ديانج وامام عاشور. انا شايف كده صراحة. تمام. بالنسبة للهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو و واحد من الاثنين دول او الثلاثه دول، يا كهربا يا صالح محسن يا اللاعب رضا سليمي اللاعب الوافد الجديد اللاعب المغربي. تمام. ده بالنسبه اللي انا شايفه. بالنسبه بقى لتشكيل اتحاد العاصمه الجزائر، عشان الناس ما تقولش الحريف بيتكلم عن الاهلي وزي ما كده طلعوا الكلام، بتتكلم عن الاسماعيلي وبتتكلم عن الزمالك ما بتتكلمش عن الاهلي، لا اتكلمنا عن الاهلي هنتكلم على اتحاد العاصمه. يلا اتحاد العاصمه وتشكيل اتحاد العاصمه المتوقع اللي انا شايفه بعد ما شفت تشكيله اللعيبه وشفت الدنيا كده، فهنشوف. شفت لهم كام ماتش بصراحه قبل كده، فانا متوقع كده تشكيل المتوقع. اسامه بنوت في حراسه المرمى، اسامه البنوت في حراسه المرمى، و
آسف لو قطعت، بس بيحصل دوشة غير طبيعية وقطع نور وحاجات غريبة. احنا عايزين حلقات لموضوع قطع النور ده، ساعتين كل يوم. ما علينا. في حراسة المرمى أسامة البنوت وزين الدين بالعيد، في خط الدفاع وحسين دهوري وعمر بركات ونبيل لأميرة، في خط الدفاع، في خط الوسط خير الدين طويل طوال وسايكو كونتي ومحمد أليتا الفراج الحاج محمد أليتا الحاج، وفي الهجوم خالد بوصليو ونور السلام الإسلام نور الإسلام وتو ماسينجا اللاعب الأفريقي. نتمنى نشاهد النهاردة مباراة رائعة، النهاردة اللقاء الساعة 9 مساء، مباراة رائعة. اتحاد العاصمة الجزائري بيقول لك انا جاي اخطف الفوز، والاهلي بيقول لك انا جاي اخطف الفوز، عايزين نستمتع كرة قدم. تمام. الاهلي يدرس لشراء طيارة للفريق الاول. نادي الاهلي بيقول لك احنا ممكن نشتري طيارة للفريق الاول عشان خاطر موضوع السفر والتعب بتاع اللعيبة والاجهاد، لا ممكن يتمرنوا وياخدوا الطيارة يطلعوا على الماتش ويرجعوا والدنيا ده تعلق. مش لاقي حاجة اقولها بصراحة. موضوع الطيارة دي ما شفتش غير عبد الغفور البرع هو اللي بيشتري طيارات بصراحه. عشان ناخدش باخبار الزمالك، انتهت منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه الزمالك والتا سولار في دور ال 32 في تنزانيا، في التا سولار جيبوتي في تنزانيا. طبعا كانوا بيتكلموا في موضوع اللبس. الزمالك بكره سيرتدي في الرابعة عصر من اللقاء، عشان الناس ما تقوليش الماتش بكره الساعة 4 العصر. تمام. سيرتدي الزمالك الزي الازرق الكامل، وسيرتدي الزي الاخضر الفاتح فريق الترا سولار. نتمنى لنادي الزمالك الافضل، نتمنى نستمتع كرة قدم ايضا، نتمنى نستمتع ونشاهد مباراة تليق باسم نادي الزمالك. وبرضو عشان ما الاهلاوي ما يقولش نتمنى الاهلي ان نشاهد مباراه رائعه، ونتمنى ان الاهلي يعمل مباراه تليق باسم الاهلي. تمام. اعلنت لجنه المسابقات، طبعا في تفاؤل قبل ما اطلع، بس في تفاؤل في بعثه نادي الزمالك في تنزانيا، وفي ود وحب بين التيم، ونتمنى الافضل والفوز لقلعة الزمالك. أعلنت لجنة المسابقات موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر النسخة الماضية. تمام. وتم تحديد الموعد يوم 8 نوفمبر القادم في 7 مساء على استاد القاهرة. أتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقة عجبتك لا تبخل على حبيبك الحريف، تنزل دلوقتي تخبط لايك المتين، عايزين نوصل بإذن المولى عز وجل بالحلقة دي 5000 لايك. دعم من أخوك حبيبك الحريف الذي يسعى لإسعادك. 5000 بس مش أكتر، الذي يسعى لإسعادك. كل مشتركش ينزل الشرك ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل حلقاتي أول بأول. ما أقدرش غير أقول لك انتظرني يا صديقي غدا في حلقة أكثر أخبار أكثر أهمية أكثر متعة بإذن المولى عز وجل. ما أقدرش غير أقول لك يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.